ليا، بالآونة الأخيرة شفنا كتير من الجمعيات والعمل التطوعي على الأرض مبادرة مختلفة، مبادرة ضوء للمكفوفين وضعاف البصر. خلونا نتعرف على المبادرة بالمادة التالية. حياتنا لحظات سعادة، أمل، إنجاز، حب، وفي لحظة تنتهي الحياة ولا يبقى إلا الأثر. لأجل حياة خيرة، كن شعاع نور وأضئ طريق العلم وساهم في إتمام المكفوفين وضعاف البصر لتعليمهم الجامعي. ضع بصمتك وكن جزءاً من مبادرة ضوء لتسجيل الكتب الصوتية. بصوتك يبصرون. رح نحكي أكثر نور عن هي المبادرة. بدنا نرحب بضيوفنا لليوم، براما حمامي أهلا وسهلا فيكي، ومجد مطانيوس أهلا وسهلا فيكم، حضرتكم من فريق ضوء أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيكم. كنا عم نشوف بعض المقتطفات من المبادرة، هل نحكي عن هي المبادرة قديش فعلا اليوم بيكون في مبادرات جديدة مختلفة موجهة لكثير من الناس يمكن عم يكون ما في تسليط ضوء بشكل كافي عليهم اليوم؟ هلا بالبداية خلينا نعرف المبادرة. المبادرة هي مبادرة تطوعية غير رسمية، ما نتابع على أي جهة. تأسست بال 2019، بداية 2019، على يد راما أبو علي وهي عقاد، هن صديقتين، وهي تعنى بتسجيل الكتب المحتويات العلمية المناهج الدراسية صوتيا لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على عمليات دراسة. وهدفنا يمكن انه نحن نصنع محتوى مؤرشف مجاني على منصاتنا لحتى يستفيد منه اكبر عدد من اللي عندهم هي الظروف الخاصه. كثير حلوه الفكره. راما، خلينا نحكي مع حضرتك ونحكي يمكن عن اي فكره بتبلش بدها فريق لحتى تكمل لحتى تنجح. خلينا نحكي معك يا راما عن المتطوعين، عن فريق مبادره ضوء. الشيء الحلو بمبادرتنا انه نحن ما نع متقيدين باي شيء، لا بزمان لا بمكان. نحن وين ما كنا بنقدر نسجل وكيف ما كنا بنقدر نسجل. الانسان بطبعه ما بيحب انه يتقيد باي شيء، متى ما تقيدنا صار الموضوع صعب علينا. اما بمبادرتنا بنقدر نسجل دائما وين ما كنا كيف ما كنا. والحلو ايضا بمبادرتنا انه نحن ايد وحده دائما على الخير ان شاء الله. بالنسبه لآلية تطوعنا نحن هي عن طريق فورم موجود على المبادرة، منعبي الفورم ونختار اللغة اللي احنا حابين نسجل فيها، هي عربي او انجليزي او فرنسي حسب المنهاج اللي احنا حابين نشتغل فيه، يعني حسب تخصصنا كمان. بنستنى ميل موجود بيجي من فريق الإدارة، هذا الميل بيكون فيه تيست صغير تسجيل صوتي نحن بدنا نسجله، يعني بينبعث هذا التسجيل الصوتي لفريق الإدارة، ومن ضمن فريق الإدارة رح يكون في أشخاص مكفوفين بدهم يسمعوا هذا التسجيل الصوتي. لازم يكون التسجيل خالي من الأخطاء، من التكرار، ما يكون في أي ضجيج. إذا كان في ضجيج يعني إحنا بدنا نعمل فيه عليه شوية مونتاج، مونتاج بسيط. برامج المونتاج البسيطة نحن ممكن نتعلمها مع الفريق، يعني في عنا نحن فيديوهات تعريفية شلون نحن ممكن نشتغل بالمونتاج. يمكن أفكار جميلة عم تحاولوا فعلاً تقدموها من خلال هي المبادرة. خلينا نحكي معك الهدف الأساسي للمبادرة لما نكون موجهين لشريحة معينة، لشريحة كمان إلى خصوصية اليوم، لكن هي شريك معنا بالمجتمع، قديش بيكون الهدف مختلف؟ على 100% نحن هدفنا الأساسي مثل ما ذكرنا أنه ننشر هذا المحتوى العلمي على منصاتنا لحتى نساعدهم بعملية التعلم، لانه هن ممكن مجتمعهم الصغير اللي حواليهم، اهلهم اصدقائهم اللي بيساعدوهم بالعاده مو دائما يكونوا موجودين. صحيح. ممكن كمان ما ياجلوا موادهم او ياجلوا وقت الدراسه لوقت ثاني حتى يكون المحتوى موفر بالشكل المناسب. فنحن بنتمنى يكون نحن الجهه اللي بيعتمدوا عليها وقت بدهم يدرسوا وقت بدهم يتعلموا. فبظن هاي يمكن اسمى اهداف المبادره. تمام. مجد، خلينا يمكن نحكي بكل مبادره في صعوبات، وفي صعوبات بنقدر نتجاوزها وفي صعوبات يمكن هي بتكون عائق بوجهنا. خلينا نحكي عن ابرز الصعوبات اللي واجهتكم.
الأبرز صعوبات بتجي بموسم الامتحانات كونه بي... يعني في امتحانات كتير للجامعات هون بيزيد العمل كتير بيزيد الطلب كمان فنحن منكون مضغوطين فترة نتجاوزها يمكن كمان التخصص واحدة من الصعوبات الكبيرة في مواد متخصصة إن كان بالمناهج المدرسية أو حتى بالدراسات العليا اللي نحن سجلنا لهم ممكن يكون في مصطلحات دقيقة مستوى علمي معين يعني لازم يكون في متخصصين يسجلوا هاي يمكن ابرز الصعوبات رامي يعني عم نحكي نحن على محتوى علمي موجه مش فقط لا مثلا فئه محدده علميه لا عم تحاولوا تكون تشمل جميع المراحل العلميه كمان هون في صعوبه نوعا ما او جهد مضاعف كبير بالنسبه لكم كمبادره اليوم تمام نحن سجلنا منهاج السادس منهاج التاسع منهاج البكالوريا العلمي والادبي وهلا عم نسجل للجامعات الشريعه العربي الحقوق وحتى الدراسات العليا نحن هلا عم نسجلهم لطلاب الماجستير في شويه صعوبات اذا مو الانسان متخصص بهذا المجال يعني بده هيك شوي تمارين اكثر طب انتوا لمين بتلجؤوا يعني اذا عندكم حدا هو بيسجل الصوت متخصص بتسجيل طبقات الصوت بالكتب كيف توصل الفكره بشكل اكثر يعني في طبقات محدده بالصوت هي بتوصل الفكره والمنهاج بشكل احسن ولكن من هو المرافق لهي الصوت هلا نحن في معنا اساتذه تمام في معنا اساتذه متخصصين مثلا في استاذ للكيمياء في استاذ للفيزياء نحن بنلجأ لهم مثلا لكل تخصص في له استاذ فنحن ايد وحده كلياتنا جميعا بهذا التسجيلات وبهالامور اللي عم نقدمها طيب مجد التشاركيه مين نسق معكم مين كان معكم بهي المبادره عم نحكي عن مجهود كبير يعني ايد وحده ما بتسقف في كثير يمكن من الجهات حاولت تكون معكم تقدم لكم التسهيلات لتقدروا تقدموا الهدف الاساسي منها تواصلنا مع عده جمعيات برعايه متخصصه برعايه المكفوفين الفضل الاول كان لعضو جمعيه رعايه المكفوفين بحلب الاستاذ محمود دبرني بنوجه له الف تحيه هو جمعنا مع طلاب صف تاسع وخلانا نسجلهم منهاجهم بالتزامن مع الجامعه الافتراضيه السوريه رئيسها الدكتور خليل العجمي قدم شهادات تطوع رسميه لكل المتطوعين اللي شاركوا بتسجيل منهاج الحقوق بالجامعه الافتراضيه السوريه حتى خصصوا لنا جزء من الجامعه الافتراضيه لمخصصات فريق ضوء طبعا في نقطة كتير مهمة هي التنسيق الإدارة ضمن المبادرة لولا الإدارة الصحيحة والمحبة اللي نحن فيها كفريق كاملين يعني ما كنا قدرنا ننجح أو نكمل لأنه حتى معنا مساحة منيحة من الوقت والتنسيق مع الإدارة ومثل ما ذكرت بتول وهي هنا اللي عم بيساعدونا دائما بهذا الموضوع تمام مجد خلينا نحكي عن النتائج يمكن حكينا عن مراحل التحضير عن الفكرة عن التنفيذ وخلينا نحكي لما بتعطوا هاي المناهج للمكفوفين أو لأي حدا بحاجة لهي المبادرة كيف لمستوا نتائجها على أرض الواقع؟ الأول شغلة نحن بنكبر فيها هي الفرحة من الإنجاز نحن أول شيء بنكبر فيهم بنتعلم منه قديش هنن عندهم إصرار وقديش عندهم رغم يمكن الظروف الخاصة اللي فيهم ما وقفوا عندهم سعي لتحقيق الهدف تبعهم فنحن بنتعلم منه صراحة لما نلمس النتائج يعني فرحتنا بتكون كتير كبيرة حلو نحن سجلنا لصف سادس لصف تاسع لبكالوريا والفروع الجامعية كان في أعداد عم تستفيد؟ عشرات من المستفيدين حتى نحن ما فينا نحصيهم لأنه المحتويات موجودة على اليوتيوب مجانية ومفتوح على أي حدا ممكن بحاجة شو بحط اللي بحاجة؟ هلأ كل أهل عم يتابعونا أنا الاسم المنهج بالسنة الدراسية المعينة أو بالمدرسة الصف واسم المنهج وشو الدرس بالضبط او المحور بالضبط بيكون موجود تمام طيب راما بعد هي الخطوه شو حابين لقدام يكون في كمان خطوات ومبادرات بنفس الهدف اللي اساسا انتم عم تشتغلوا عليه نحن على المدى البعيد ان شاء الله حابين نتوسع بشقين شق المحتوى وشق الخدمات بالنسبه لشق المحتوى حابين اضافه للمحتوى العلمي اللي نحن عم نسجله حابين نسجل محتويات ادبيه روايات كتب ادبيه مسرحيات ممكن بالنسبه ل بحيث ما يكون محتوى مقتصر اي حدا حابب يطلع او حدا عنده ميول ادبيه ممكن يقدر تمام انه يصير يسمع مثلا روايات كتب ادبيه في ناس بتحب هيك شيء بالنسبه لموضوع الخدمات ممكن نحن نرافق كفيف بالشارع في كتير هيك جمعيات بترافق كفيف لامتحانه بتساعده هذا الشيء على المدى البعيد شوي نحن هلا اولوياتنا انه نسجل الكتب الصوتيه نوفر ارشيف دائم مجاني لكل المكفوفين وضعاف البصر قديش نسبه الارشيف اليوم صارت
بلشتوا فيه؟ صعب صح صرنا كثير لمسكين لا بالكتب يعني. مثلا انتم عم تحاولوا يكونوا في عندكم مكتبه صوتيه؟ تماما نحن عندنا خطه بنمشي عليها بس الظروف الاستثنائيه دائما بتلعب الدور الاكبر. تبع بدنا نسجل هي على السريع واليوم هي واليوم هي ممكن تعطلنا عن بقى نحن ما عندنا الاحصاء الكامل والدقيق. احيانا بتجينا مهمات يعني انه سريعه خلال يومين بدنا نكون مسجلين كتاب كامل او مثلا ايه يعني فبتتوزع مهامنا فما فينا نحصي لا عدد كتب ولا عدد متطوعين صرنا كتار لانه ما شاء الله عليكم مجد. يعني خلينا نحكي عن هي الأفكار اليوم كتير في من الشباب السوري هو يمكن عم يدور ويبحث عن فرص عمل اليوم من خلال الأعمال التطوعية والإنسانية عم نلامس نجاحات أحسن من المادة. أكيد كلنا بحاجة للمادة ولكن أحياناً التطوع بيعطي شيء لروحك بيزيده بيزيد من عطائك أكثر. خلينا نحكي اليوم عن هي الحالة إذا حدا حابب ينضم لكم كيف فيه؟ هلا بالبداية هو شعور مختلف جدا يعني لما نحن نقدم دون مقابل وخصوصي لما نلمس النتائج ولما يكون في جو محب مثل مبادرة الضوء مثل الداخل تبعه كتير جميل الجو فكتير شعور مختلف. أي حدا بده يجي يتطوع معنا فهو مرحب فيه جدا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو أي طريقة تواصل تانية. مبادرة الضوء؟ مبادرة الضوء صفحة مبادرة الضوء على الفيسبوك. بيقدر يفوت يراسل إيميل بريد الصفحة الإنبوكس ونحن بنرد عليه ببساطة. في مثل اختبار بسيط بنعمل ليكون مستوى معين من الجودة وجودة الصوت مخارج الحروف اللغة حتى المونتاج نحن بدنا مونتاج بسيط خالي من الأخطاء والضجة. فإذا إذا مرق من الاختبار عدى الاختبار فهو مرحب فيه جدا ومنبلش المهام بقى شوي شوي خطوة خطوة لحتى نقدر نسلمه مهام. طبعا مثل ما ذكرت راما بأول حديث إنه هو العمل التطوعي اللي عم تقوموا فيه لا بيتطلب وقت ولا بيتطلب زمان يمكن مريح جدا مريح جدا. حتى الأدوات بسيطة جدا ممكن نسجل عن طريق كمبيوتر يعني ما بدنا شيء مثلا لا ميكروفون احترافي تمام نحن بنختار مثلا ساعات متأخرة من الليل حتى يكون في هدوء. أكثر بنستخدم الكمبيوتر أو الموبايل الأدوات اللي نحن بتريحنا. أنا مثلا بسجل بالموبايل بلاقي وسيلة أسرع وأفضل وبعمل شوية مونتاج بزيل الأخطاء بزيل الضجيج من قلب التسجيل وببعته لفريق الإدارة حتى تدققوا وينزلوا على الصفحة. طيب عم تتواصلوا مع الطلاب اللي يحاولوا يفوتوا على هاي البرامج ويستفادوا منها؟ عم تشوفوا نسبة التفاعل؟ عم تاخذوا مثلا بعين الاعتبار بعض الملاحظات بالنسبة لهم إذا عم يتابعوا فعلا هاي الكتب الصوتية في عندهم بعض الملاحظات عم يمكن عم يوجهوا لكم شكر من خلال المجهود اللي عم تقوموا فيه اليوم؟ دائما في تواصل بيننا وبينهم طبعا عن طريق فريق الإدارة صحيح. بتواصل معاهم وبيشوف شو ناقصهم شو محتاجين وقت أسرع مثلا كتاب بمدة معينة حتى نحن ما نكون ناقصين عليهم أي شيء. فرحة نجاحهم بتكفي يعني اللي نجحوا مثلا بالابتدائي بالسادس كانت فرحتهم كبيرة هلأ ننتظر فرحة التاسع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب أكيد نتمنى لهم التوفيق. مجد في غير المناهج الدراسية رح أو عندكم بتسجلوا روايات؟ هذا للمستقبل شوي. للمستقبل هلا بالبدايه لا يعني نحن لساتنا باولويتنا اللي هي انه نساعد بالمناهج الدراسيه بالمناهج الدراسيه يعني. بس بالمستقبل في هيك فكره تسجيل شيء ثقافي توعوي اي شيء محتوى صوتي ممكن يرفع سويه المجتمع فنحن اكيد راح يكون في تشبيك مع جهات محدده في المستقبل فيما بعد. هلا فعليا ما في هلا بس نحن بنتمنى بالمستقبل يكون في تعاون مع مبادرات او اي عمل تطوعي كمان ممكن يفيدنا او نفيده لانه بالاخير نحن يمكن اهدافنا بتصب بمكان واحد لنساعد اشخاص ممكن يكون عندهم ظروف خاصه. نشكركم أكيد على هي المبادرة راما ومجد. مبادرة ضوء يمكن تزرع ضوء الأمل بقلوب كتير من الناس أكيد. اليوم اللي عم يتابعونا وعم يتابعوكم وحابين فعلا يستفودوا من المحتوى التعليمي اللي عم تقدموا. شكرا كتير لكم ونوجه تحية لكافة الفريق ولجميع الجهات المعنية اللي عم تقدم لكم التسهيلات بهي المبادرة. شكرا كتير لكم. الله يعطيكم العافية يا رب. شكرا كتير يا ماما مجد.